لقد أدخل سفيت فيد في هذه الساحات والإجراءات المختلطة إجراء الكاتاراكت والفيتركتومي من خلال الإجراء الواحد المسمى بفاكوفيتركتومي، حيث يتم أثناء العملية الواحدة جراحة الكاتاراكت وتغيرات في قطعة العين الورائية عندما هناك المشكلة المختلطة. وبهذا الأسلوب يتم تحقيق التأهيل الأسرع والأحسن لوظيفة الرؤية. إن أغلبية المرضى المخصص لهم هذا النوع من الجراحة هم ناس المصابين بالسكر وانفصال الشبكية وجروح العين. يمكن فهم هذه الجراحة كنوع من جراحة الأعصاب في العين. إنها معقدة جدا وتتوقف على ظروف تقنية وخبرة الجراح ومهارته. أدخل هذا المستشفى في البلد جراحة الكاتاراكت القائمة على صوت فائق، استخلاب العدسة، الأسلوب المستعمل في طب العيون العالمي منذ سنة البعيدة 1971، والذي توصل الآن إلى درجة الإتقان. أعلى مستوى لهذه الجراحة موجود في سفيت فيد بحد ذاته، وبذلك تمكن لسكاننا الجراحة غاية المستوى في بلدهم بدون ذهاب الغالي إلى الخارج. يتيح استخلاب إمكانية جراحة الكاتاراكت في باكورة مرحلته منذ معاناة المريض الأولى، بدلا من الانتظار المدني لنضج الكاتاراكت والمرور بحالة العمى المؤقت، ما كان أمرا ضروريا بالنسبة للعمليات القديمة. يمثل الأسلوب القائم على الصوت الفائق جراحة الحز الصغير الذي يساوي اليوم أقل من مليمترين، مع استعمال العدسة السهلة الالتوائي داخل العين التي يتم اختيارها وفقا لمشكلة العين الطبية واحتياجات المريض. يمثل ارتياح كبير بالنسبة للمريض اختيار الإمبلانت الملتيفوكالي الذي يمكن رؤية المريخ في القرب وفي المسافات البعيدة والمتوسطة بدون الاستناد على نظرات. يمثل هذا الانتصار على برزبيوبيا قمة الجراحة الانكسارية الأمر المستهدف منذ عدة عقود. لقد منح الأستاذ روسيفال في عام 2008 في بومباي في المؤتمر الدولي لاستحداث طب العيون بالجائزة الأولى نتيجة المساعي الحادفة إلى الأعلى والأحسن. لأول مرة أورد العمل أي إمكانية الاستخلاب في حال مشاكل العين المجروحة التي كانت منذ سنين العديدة خالية من وظيفة الرؤية. كما تم تأسيس قسم الأطفال في سفيت فيد. يترأس هذا القسم طبيب العيون المعروف الأستاذ رودولف تراتا الذي منح بالجائزة المرموقة في مجال تطوير طب العيون للأطفال فضلا بعمله. كما منح بالجائزة الأولى في مجال الجراحة الانكسارية واستعمال الأكزايمر لايزر للأطفال في الظروف الخاصة بهدف تخفيض ضعف الرؤية في المؤتمر الأوروبي لطب عيون الأطفال المناقض في برشلونة عام 2008. وبجانب إلى العمليات المذكورة يقوم بكافة العمليات الأخرى في عين الطفل.